ناخذ كمان عبر الهاتف الاستاذ فيصل العبد الكريم، عضو مجلس التنفيذي لجمعيه حمايه المستهلك. حياك الله استاذ فيصل. اهلا وسهلا، مساء الخير لكم جميعا الساده المشاهدين. اهلا بك. يعني زي ما شفنا كان في مداهمه لمركز تجميل، يعني كانت في بعض الأشياء المغشوشة وكان غير رقابي وأشياء كثير من هذا الموضوع. خليني أسأل، كيف توصلتم لهذا المركز وكيف تم البلاغ؟ والله هو بلاغ من يعني أحد المواطنين. كان متضرر؟ مع الأسف. كيف؟ كان متضرر هذا البلاغ، يعني من شخص متضرر؟ هو ليس متضرر، ولكن الوطن هو المتضرر الأول، وأهل الوطن والناس اللي عايشين فيه. فهو يعني الحقيقة يعني في شيء طريف، لأنه أرسل لي في سناب رسائل كثيرة ببلغ، وأنا دائما أقول للناس أنه أنا إنسان متطوع، لا أستقبل بلاغات. بلغوا للجهات الحكومية مباشرة. ومع الأسف بعض الناس لا زال حتى الآن لا يثق بالتبليغ عبر الجهات الحكومية. يرى أنه فقط سيستقبلون منه بلاغ وخلاص، ما في إجراء راح يتخذ. هذا الشيء غير صحيح تماما. يعني مثل هذا المكان هو وهمي، هو لديهم سجل، هو ليس مركز صحي أو طبي أو تجميل، هو مركز وهمي. حتى اللوحة الخارجية لا تشير بأي حال من الأحوال إلى أنه مركز في أي نوع من أنواع العلاج. يستدرجون الطالبين العلاج أو المرضى ببروشورات خارجية توزع في إيفنتات أو غيره، فيستدرجونهم من المركز ثم يعرضون عليهم الخدمات الموجودة عندهم بأسعار زهيدة. أكيد. نعم، البلاغ يعني كان في نفس اليوم، كان البلاغ الصباح وتمت المداهمة المكان العصر. طبعا كان الوضع صعب للغاية، لأنه كانت المعلومات الواردة غير واضحة، مشوشة. فكان المتوقع أنه هو يعني مثلا مكان تزيين أو مشغل يمارس مثل هذه الممارسات الإجراءات. ولكن نعم، ولكن بعد الدخول اكتشف مركز فخم للغاية مثل ما يظهر الآن. في عيادات، وناس يدعون أنهم أطباء هم ليسوا بأطباء، يعني أشياء كثيرة جدا. وتوالت كرة الثلج تكبر، اكتشفنا في السطح مخازن للأدوية، بعد كنا نعتقد أنها منتهية الصلاحية. تم طلب هيئة الغذاء والدواء وزارة التجارة، وبدأت كل ما أتت جهة تكشف أشياء جديدة. اكتشفت هيئة الغذاء والدواء أنه هذه المنتجات تحضر عندهم بوجود يعني مش منتهي الصلاحية فقط، لكن كمان بتحضر عندهم هذه المواد، مثل ما يقولون بالأمثال الشعبية، موت وخراب ديار. في شيء منتهي صلاحية وفي شيء هم يحضرونه مجهول، يعني في منتجات مجهولة ما هي معروفة. عندهم الاستيكرات، عندهم المصمم يصمم لهم الاستيكرات والأغلفة والكراتين، وعندهم التعبئة. يعني هذه كلها أسلحة وسموم قاتلة جدا جدا. أكيد. فكانت أكبر وأضخم عملية تشارك بها عدة جهات في وقت واحد. أستاذ فيصل، دور العميل إذا لاحظ عدم خضوع العيادة التجميلية للرقابة كيف يقدر يبلغ، خصوصا لما يكون ما هو شاك، يعني ما هو متاكد من الموضوع شاكك؟ انت قبل شويه قلت انه اشخاص ارسلوا لك على السناب شات، لكن انت اعطيتهم فكره كيف يقدروا يبلغوا، برضو الناس خافت. ليه الناس بتخاف انها تبلغ؟ اولا يخافون انه يعرف المتضرر من الذي بلغ، وهذا غير صحيح. المعلومات سريه، تعامل بسرية تامة، هذا رقم واحد. ثانيا يتوقعون أنه الجهات الحكومية لن تباشر البلاغات. والمشكلة الناس اليوم كثير من البلاغات لا يعرفون يقدمها لمن، صح؟ يعني هذا تبع الصحة ولا التجارة. وفي كلام دائر الآن كثير أنه خلاص تصير غرفة عمليات مشتركة تستقبل بلاغات المستهلكين مباشرة. يعني ضايع المستهلك أقدم هذا للصحة ولا للتجارة ولا للبلديات؟ المفترض تكون غرفة عمليات مشتركة واحدة. وهم الآن عندهم اجتماعات يعني أسبوعية مشتركة بين أجهزة رقابية وأمنية، إن شاء الله تطلع بمركز اتصال موحد في المستقبل. والمشكلة الثانية أنه لا، يعني في لا يمكن انه الجهات الحكوميه تزرع مراقب في كل محل وفي كل عياده. وحتى لو موجود بعض العيادات تتحرز، مثل هذا المكان مركب كاميرات في الخارج.
يراقب لو شاف أي شيء في الخارج غير يعني ممكن مشبوع أو شيء مباشرة يهربون. على فكرة في نفس المركز أول ما دخلوا وزارة الصحة في 2 هربوا. أوكي. والحمد لله يعني تمكنوا رجال الأمن من إعادتهم. فيعني مجهزين أنفسهم للهروب وكل شيء. وكثير من مثل هالمراكز لكن كشفها لابد أن يكون عن طريق سواء المواطن أو المقيم. المهم الحماية، وأنا دائما أمرر المعلومات هذه، يعني إذا شخص ذهب إلى مركز طبي يتأكد من وقت دخوله، من عند الريسبشن، من الاستقبال، تكون لائحة الأسعار موجودة، لائحة الكشف معتمدة من الشؤون الصحية، ترخيص هذا المركز الطبي أو المستشفى يكون موجود. عندما يدخل عند الطبيب تكون المفترض شهادات الطبيب موجودة معلقة. أيضا يستطيع أنه يطلب من الطبيب، عفوا أنت تدعي أنك طبيب جلدية، هل أنت طبيب جلدية؟ ممكن أشوف البطاقة من التخصصات الصحية. المرضى يخجلون صح من أنهم يسألون الأطباء. إذا أنت ضيعت على نفسك حقك، هذه حقوقك. عشان الدكتور بيجي يقول له، يا أستاذ فيصل بيجي يقول له إذا أنت منك واثق فيه أو إذا أنت شاكك في قدراتي أنا كطبيب ليش جايني؟ مين قال لك تجيني؟ وممكن يعامل المريض بإزراء وممكن يأذي المريض. لا 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 جميل. ممكن لو تأكد من شهادته، يعني جاء العميل تأكد والله من الشهادة حقته، جاي يقول للدكتور إنه خلاص مثلا يقعد يعامله بطريقه اخرى، بفوقية، بطريقه مختلفه، يا انه يعني مثلا بتعامل معه بفوقيه، يا انه يزيد عليه دفعات. نعم انا ارى انه اي شيء يستطيع التبليغ مباشره على 937. الشيء الثاني اذا كان الطبيب حتى تعامل معك بطريقه سيئه فهذه مشكله برضه ندخل في ذمم وفي امانه. والمشكله الاخرى حتى لو عاملك بطريقه سيئه تستطيع ان تشتكي عليه لإدارة المركز ومن ثم للجهات المختصة. المشكلة أنه بعض الأطباء لا يرى أنه للمريض أي حق صح، ولكن إذا رأوا أنه المريض طالب بحقوقه ستتغير العملية. إحنا ما نقول تتغير في يوم وليلة، ولكن خلها تأخذ على الأقل شهور حتى تتغير. المهم أن الإنسان يطالب بحقه. وحتى لو وجد عدم تفاعل من جهة حكومية أو أخرى في جهات أعلى يستطيع الشكوى لهم. العملية مش 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 عشوائية. كل جهة فوقها جهة أعلى يستطيع الشكوى لهم. لذلك دائما لو طالب الشخص بحقوقه كثير من الأمور راح تتعدل. أستاذ فيصل احنا معانا في الاستوديو أستاذة حنان، حابة انه هي أستاذة حنان صالح حابة انه هي تسألك سؤال، تفضلي. اول شيء شكرا أستاذ فيصل باسمي كمواطنة وكأحد مسؤولي وزارة الصحة. يمكن انا بقول انه كمواطن موجود يعني بيقدم الخدمة لزيادة الوعي، أكيد أنه أنت شفت مستوى أهمية وعي المواطن في وصول الخدمة. يعني الزملاء في كل القطاعات يمكن 8 توصلوا خلال 6 ساعات، لكن كان الدور الأول للمواطن في أنه يبلغ، لأنه ما كان فيه أي دلالات على أنه هذا مركز طبي تجميلي، كان مركز نسائي، مركز يعني مركز تجميل نسائي ما يتبع وزارة الصحة. الشغلة الثانية اللي أكدت عليها، شكرا أستاذ فيصل، ودي أنها تكون برضو جزء من الرسالة اللي تقدمها، أنه من حق المواطن أنه يسأل عن الشهادات أيضا والمواد المستخدمة. صحيح. يعني مو بس شهادة الطبيب أو الممارس الصحي الموجود، أيضا المادة المستخدمة إيش هي قبل ما تستخدم له، سواء كانت جهاز أو مواد طبية. صحيح. صح. وعموما استاذ حنان يعني في النهايه اذا وجدت هذه الدلائل البسيطه امام الانسان على الاقل اذا كانت متوفره انه ان شاء الله راح يكون الدواء الموجود عندهم جيد على الاقل، يعني لانه لا يمكن ان الانسان العادي يكتشف هذه الامور الطبيه. صح. بسهوله. انا ارافق وزاره الصحه من فتره طويله الان وكثير امور ما اقدر اكتشفها، ورغم ان كل يوم اخذ فيها مثل ما يقولون كورس تعليمي صعبة على الإنسان العادي. وأيضا أنا أقول للناس، كثير من الناس يقولون صرنا نخاف الآن يمكن كل العيادات، لا، الرسالة الأولى أنه خصوصا العيادات التجميلية أصبح اليوم في هوس شديد، يعني المرأة أو حتى الرجل اليوم في إقبال، أنه لا تلجأ إلا للحاجة الماسة جدا للتغيير. وإذا لجأت إلجأ للعيادة الجيدة. إحنا ما نقول أنه كل المراكز سيئة، لا بالعكس. صحيح. احنا على فكره طبيا من افضل الدول في المنطقه، لكن احنا الان العمل اللي نقوم فيه كشف هذه الممارسات لانها تردع البقيه.
نعم. الهدف الأول هو الرادع للبقية أظهارها للناس، وأيضا حتى الرسائل التوعوية اللي نمررها. يعني إحنا عملنا مثل الناقد اللي ينقد كسر في بيت شعر، ولا يعني أنه بيت الشعر الباقي غير جميل، ولكن أنت تبحث عن التفاصيل الصغيرة اللي فيها أخطاء حتى تصحح. يعني مثل كشف حالة هذا المركز الوهمي ستجعل كثير من المراكز الوهمية تغلق أبوابها بعد اليوم. صحيح. مباشرة ستغلق أبوابها. صحيح. من الخوف، والمتسترين عليهم سيغلقون أبوابهم. الذي كشفناه ومسكوه الرجال الأمن، أي. يعني لو كان مع الأسف له باع طويل مع كثير من المراكز، عمل فيها لفترات وتسبب بكوارث لمرضى، ثم يذهب يزور أوراق ثبوتية أخرى ويظهر لمرضى بأسماء جديدة. يعني إن شاء الله تنتهي هذه الظواهر في أقرب وقت. أكيد. طبعا إحنا كمان بدورنا يا أستاذ فيصل نحب نشكرك على هذه الجهود وعلى الجولات التفتيشية الغير بسيطة اللي بتقوموا فيها لحماية المستهلك من الضرر والغش وغيره. طبعا